طيب بمناسبة الأعضاء وخدماتهم، الجمعية العمومية لم تكتمل، وبالتالي بيفوض مجلس الإدارة لمناقشة جدول أعمالها. المجلس ميعاد اجتماعه إمتى؟ والاجتماع الأخير رأي حضرتك إيه؟ طب خليني ارجع شويه، يمكن احنا برضو يمكن كان في مداخله يعني حضراتكم سمحتوا لنا بيها الاسبوع قبل الماضي، وكنا بنتكلم على الجمعيه العموميه والتجهيزات اللي هي تم التحضير ليها من قبل مجلس ادارتنا الموقر لاستقبال اعضائنا الموقرين داخل الجدران المقر التاريخي للنادي الاهلي في ايام انعقاد الجمعيه العموميه، يوم 28 اليوم الاول ويوم 29 اليوم الثاني. وفي الحقيقه احنا كنا حريصين على حضور الجمعيه، يعني حضور الاعضاء للجمعيه العموميه واستقبالهم لاكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه لاسباب عديده. اسمح لي عايز اتوقف هنا بس يا دكتور سعد عشان الناس ما يحصلش عندها كونفيوجن او لخبطه. الاجتماع على يومين، طيب معناه ان انت لو كان النصاب اجتمع في اليوم الاول كنت هتلجأ لليوم الثاني، ولا بمجرد ما اكتمال النصاب في اليوم الاول كنت هتجتمع؟ كنت لو اكتمل النصاب في اليوم الاول كانش هيبقى في يوم ثاني، لان شرط اكتمال النصاب في اليوم الاول ده شرط دايما بيبقى صعب جدا، مش عند النادي الاهلي بس، لان كل النظم في اي مكان مش هيحصل 50%. انا عارف الاجابه، انا عايز المشاهد يفهمها. 50% زائد واحد، ويمكن انا ذكرت مع حضراتكم دلوقتي يمكن كان هو يعني سؤال دايما يعني ذكي من الكابتن عدلي، انه عايز متابعينا يبقوا دايما فاهمين النظام الاساسي بتاع النادي الاهلي. احنا قلنا ان احنا عندنا 187775 او على ما اتذكر 184000، عشان الرقم يكون صحيح 775، عشان النصاب يكتمل في اليوم الاول 50% زائد واحد، يعني بنتكلم على اكثر من 92000 عضو في اليوم الاول، ودي عمرها ما حصلت حتى في ايام في الجمعيات العموميه اللي بيحصل فيها انتخابات للنادي الاهلي طوال تاريخه، وده بيبقى شيء من المستحيل. فالمشرع لما بيعمل النظام الاساسي بيرجع لليوم الثاني، اليوم الثاني اكتمال النصاب بيكون 10% من اجمالي الجمعيه او 5000 عضو ايهما اقل. وفي الحقيقه احنا يمكن على اللي حضر عندنا في اليوم الاولاني تجاوز الألف وشويه، فبالتالي لم يكتمل النصاب في اليوم الاول، رجعنا لليوم الثاني اللي حضر في 3972 على ما تكون ذاكرتي يعني صحيحه، لابد من وجود 5000، وبالتالي بيحال الامر لممثل الجهه الاداريه وممثل اللجنه الاولمبيه المصريه هو من يقرر اكتمال النصاب او لا يقرر اكتمال النصاب وفقا لاعداد الموقعين داخل كشوف الجمعيه. لا هو مش بيقرر يا دكتور سعد، معلش هو بيعلن، انما القرار ما يقدرش يلعب فيه، يعني ما يقدرش بال 3000 يقول لك اكتمل النصاب. بيعلن في ضوء ارقام تم التوقيع بالظبط كده في كشوف العضويه الموجوده على كل اللجان الموجوده، واعلن ان النصاب القانوني للجمعيه العموميه لم يكتمل، نظرا لان اجمالي عدد الموقعين في كشوف الجمعيه العموميه كان 3972. طبعا البعض دايما ما بيبصش على النادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده لو رحت في اي يوم هتلاقي النادي مزدحم عن اخره، يعني انا وانا بكلمكم دلوقتي وانا بكلمكم حالا يمكن انا كنت قافل التليفونات لان كنت كان في تعاقد سهرانين عليه ومطلوب مننا ان احنا ننهيه عشان هيتسلم للشركه الموقره يوم السبت ان شاء الله. النادي الاهلي مش هتقول لنا بخصوص ايه يا دكتور؟ خليها مفاجأة دي إن شاء الله. مفاجأتك كترت. طب ما تقول لنا مفاجأة احنا مرة كده على الهواء. المفاجآت المعلقة كترت يا دكتور. يعني إذا كان يمكن التصريح بالموضوع ده يبقى ننايم الناس مبسوطة يعني. عندنا العقود بتاعة الأربع رعاة اللي هم على التيشيرت بالإضافة للراعي الرئيسي والبنك الرسمي إن شاء الله بننهيهم إن شاء الله عشان نعلن عنهم ويبقوا موجودين على التيشيرت معانا، فسهرانين انتوا بتكلمونا. انا بس عايز اشير لحاجه هنا، النادي الاهلي وانا بكلمكم دلوقتي في الجو اللي دار انخفاض فيه درجه حراره، النادي الاهلي بمقره في الجزيره وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد ممتلئ عن اخره، لان احنا الشاشات الرئيسيه شغاله والناس بتتابع مباريات كاس العالم داخل جدران النادي الاهلي في طيب انا عايز بخصوص الجمعيه اقف مع حضرتك عند نقطتين مهمين يا دكتور.
النقطة الأولانية، اللائحة لما يكتمل النصاب بخمس تلاف، الشرط علشان الاجتماع ينعقد والجمعية تناقش بنود الجدول الأعمال لازم يتواجد كام في المية من العدد من الخمس تلاف، في نسبة مئوية مش كده؟ 50% زائد واحد نسبة مئوية، 50%. بحيث ان انا بس انا عشان الناس حاولت تثير لغط عليها، انا ممكن ناس تسجل ويبقى 5000 ساعة الانعقاد داخل الخيمة او داخل الصالة، ال 5000 دول ممكن يكون موجود منهم 50 واحد فقط، فبالتالي ده اجراء غير قانوني برضو، لازم يتواجد 50% من ال 5000. اول عشان تبدا مناقشه جدول الاعمال لابد ان تكون صحه الانعقاد بتاعه الجمعيه 5000 واحد. اوكي. في حاله اكتمال النصاب بيبدا مناقشه جدول الاعمال في وجود 50% من المسجلين في او اللي تم. ايوه 2500. 2500. يعني 2500، فبالتالي ايضا ده شرط اساسي عشان تبدا تناقش جدول اعمال الجمعيه. خلينا نقول حاجه مهمه، يعني احنا كنا حريصين وكنا هنبقى فخورين جدا لو كنا ناقشنا السبب. صحيح. لسبب بسيط. انت بتعرض ميزانية اعلى ميزانية في تاريخ النادي. ومش اعلى ميزانية بس، وعندك فائض 149 مليون جنيه في ظل تحديات اقتصادية بيمر بيها العالم اجمع، هي مأثرة على كل دول العالم بما فيهم الدولة المصرية، وبالتالي لها انعكاسات. عايز اتوقف هنا عند الفائض ده دكتور، معلش انا بحب كده ايه الارقام المهمة دي اتوقف عندها. 100 وكام؟ 149 مليون، حوالي 150 مليون جنيه فائض، لكن هذا الفائض هل موجود في شكل سيوله ولا مستحقات بره النادي؟ انت طبعا انت كابتن عدلي كل الناس عارفه الميزانيه، يعني ميزانيه ايرادات وايضا مصروفات، وقد يكون ليك ايضا ديون، وقد ايضا تكون في عليك ايضا فلوس انت كمان ما سددتهاش، لكن في الاجمالي المصروفات ناقص الايرادات هو اللي بيديلك الفائض بتاع الميزانيه. النادي الاهلي ايضا له مستحقات ماليه لدى الغير ايضا بارقام ماليه ضخمه جدا، وبالتالي انا بس حبيت اوضح دي عشان بيجي يقول لك ايه النادي الاهلي بيطالب يقول ما عنديش سيوله. اه ليه مستحقات بس عايز اخدها. انا ليا مستحقات ولازم اخدها، وانا مسؤول ومكلف، يعني النادي الاهلي مجلس ادارته الموقر ايضا من ضمن الاختصاص بتاعته هو الحفاظ على جميع حقوق النادي لدى الغير، فده من ضمن المهام الاختصاصات اللي حقها النظام الاساسي وكلف بيها مجلس الاداره وبيحاسب عليها. وعشان كده يمكن دايما برضو واحنا بنفتخر ان احنا عندنا ميزانيه ماليه ضخمه، تلاقي كابتن محمود بيقول يا جماعه ما تنساش ان النادي الاهلي ايضا مصروفاته ضخمه، ما ننساش ان النادي الاهلي محتاج ان هو يتكلم في اربع انديه، يعني يعني انت بتتكلم من النهارده وبتقول حاجه، انت عندك 19 لعبه، انت عندك 19 لعبه عندك جدول مرتبات شكل. طب ما تقول لنا كده ميزانيه النشاط الرياضي مثلا. لا خلينا اقول لك ان احنا حاطين موازنه، الموازنه التقديريه للنشاط الرياضي على ما اتذكر متوقعين ان تكون مصروفات النشاط الرياضي ما بين 350 تتجاوز 350 مليون جنيه. طب متخيل النشاط الرياضي بيكلفك قد ايه؟ انا بقول كده عشان بعض الناس والجماهير واولادنا يفهموا ان احنا النادي الاهلي لا يدخر جهدا ماليا ولا اداريا ولا فنيا في دعم كل الالعاب. وبدعم في افضل، انت النهارده مجلس الاداره يمكن لو حضرتك تتذكر في ضمن استراتيجيته في تطوير النشاط الرياضي تحديدا، مجلس الاداره كان قرر ان يستعان بافضل الخبرات الفنيه من مديرين فنيين على مستوى العالم، وده احنا بالفعل ماشيين فيه بخطوات ثابته. النهارده عندنا المدير الفني لكره السله واحد من افضل المديرين الفنيين الاجانب اللي موجودين، والحمد لله في نتائج ايجابيه يمكن اخرها هو الفوز بدوري المرتبط لكره السله، ايضا ثالث افضل مدرب في العالم في كره اليد تم التعاقد معه، وان شاء الله النتائج كره اليد في النهارده يا دكتور نادي سبورتنج اللي ابتدى الموسم فائزا عن النادي الاهلي، النهارده الاهلي بيكسب 35-19. انا بقول لحضرتك يعني احنا النهارده عندنا يعني اهداف استراتيجيه واضحه، اهداف تطويريه واضحه، ماشيين فيها ببلان وفقا لجداول زمنيه محدده، وفقا لمؤشرات اداء بنوعد بيها جمهورنا، اهم مؤشر اداء جمهورنا دايما واعي له ومحافظ عليه هو الفوز بالبطولات، وان العنوان الرئيسي للنادي الاهلي هو الفوز بالبطولات،
وده يمكن احنا وعود ماشيين فيها. عندنا ايضا كل الرياضات الاخرى احنا حريصين ان احنا نوفر لها افضل الخبرات الفنيه. الجمباز السنه دي عندنا مدير فني اجنبي ومديره فنيه اجنبيه ايضا تم استخدامهم ايضا. فالميزانيه النهارده بتاعت النشاط الرياضي واحده من اضخم الميزانيات اللي موجوده في انديه القاره الافريقيه. ما حدش بيصرف اللي بيصرفه النادي الاهلي، وما حدش بيوفر الامكانيات اللي بيوفرها النادي الاهلي على مستوى ايضا الناشئين. ايضا احنا مهتمين بكل الرياضات. ويمكن تفتكروا ان احنا العام الماضي مع بدايه بعد انتخابات مجلس الاداره مباشره تم افتتاح 3 صالات ايضا كبيره في الشيخ زايد، صاله الكاراتيه وصاله الجمباز وصاله الاسكواش وتنس الطاوله. فاعتقد لا، النادي الاهلي منظومه مختلفه، ويمكن ده دايما ان النادي الاهلي عارف اللي عنده ايه. ومش ده بقى اللي بيخلينا كمان نقف. يمكن كابتن محمود في كلمته حتى داخل الاحتفالات الاخيره بعقود الرعايه كان بياكد على ان احنا قدامنا مشوار كبير لسه، وقدامنا عمل كتير، ومحتاجين موارد ماليه اكبر من الموارد الماليه الحاليه عشان نقدر نلبي طموحات الاعضاء بتاعتنا وطموحات النادي الاهلي.